حكيت الاشكال مع كليتون يا غاف. كليتون ما عنديش معاه اشكال، كليتون على امواج الاثير هذايا. بيخن بدل تسمع فينا، رفع بك قضيه في التحرير من اجل مبلغ مالي. قال هو قال باش تبعث في مشروع وانت ما بعثتوش مشروع وخذيت مبلغ المالي هذا. لا لا سي با فري. لا عشان انت صحيح. لا لا ما خير كي قلت لي ملكاك ملك كليتون يكذب كي يحكي على مشروعه، وعمري ما خممت باش نعمل مشروع مع كليتون. كنت باش نقول حاجه خير برشا وانظف برشا من مدام هو بالحق رفع بي قضيه هكا. ما نسال فيك، كان عندنا شراكه ما لا يمشي يقدمها. شنو هي الحكايه نتاعو؟ ما فما فيها حتى حكايه، كليتون خويا وصاحبي ويقعد هكاك. ما فماش اشكال بيناتكم ولا حاجه؟ كنتش نحكي لك الحكايه، ولكن هي ما تتحكاش في الراديو. ما مادام قال هكاك. لا هو ما قالش. بيناتنا علاقه محلاه. كليتون لعبت انا وياه في ليتوال، ولعبت انا وياه في الترجي التونسي، ولعبت انا وياه في ليكيب ناسيونال. كليتون من الناس اللي نحبها برشا. كليتون كاريرها في ليتوال زاد كيمي انا، عانى الامرين وبدينا نلعبوا تقريبا مع بعض، فهمني؟ وانا امنيتي راه كليتون على خاطر عندي برشا حكايات معاه. شنو تقول؟ اما هو لطول الاصعاب باش نتقابل انا وياه راس راس. نقول له ونمرو يا تو نخليه عندك اسلام، وانا كان موجود في تونس خلينا نتقابلوا البلو تو بوسيبل. ايش تحب تقول له؟ قلت عندي برشا حكايات نحب نقولهم. سهله، قلت له نمرو يا عندك. انت كان عندك بيه معرفه من قريب ولا من بعيد تعطيه نمرو يا، خلينا نتقابل انا وياه غدوه قبل بعد غدوه. ما نجموش نعرفوا شنو ولا. لا لا كي نتقابل انا وكليتون علاه تعرفوا انتم. نسأل فيك. زوز اخوات عندهم حب بينات بعضهم وعلاقة محلاها بينات بعضهم، يفضلوها مع بعضهم بالمحلاها.